صباحكم كاجوان، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، يا رب تكونوا بخير. يا حلوين، اليوم هو اول ايام الاسبوع. اول ايام الاسبوع على ساعتنا الحلوة شو بيكون؟ امس كان يوم السبت، بعد يوم السبت يأتي الاحد. رائعون كاجوان، يوم الاحد. اذا اليوم هو الاحد 22/11/2020، واليوم يا حلوين حصتنا حصة علوم. شو رح ناخذ بحصة العلوم؟ رح ناخذ كتير شي حلو. اذا متذكرين يا مس، اول الدوام اخذنا انا وياكم الحواس الخمسة، وعرفنا كل حاسة وايش الجزء اللي بيرتبط فيها وشو فايدته. قلنا حاسة البصر، الجزء هو اللي حاسة البصر هو العين. شو بنستفيد من العين؟ نرى فيها. حاسة السمع، الجزء الذي يرتبط بحاسة السمع هي الأذن. وإيش بنستفيد بالأذن؟ نسمع بها. حاسة الشم، والجزء الذي يرتبط به وهو الأنف. ماذا نستفيد من الأنف؟ التنفس، وكمان الشم. أحسنتم، بنشم الروائح الحلوة وريحة طبخات ماما الزاكية. حاسة الذوق، وهو الجزء الذي يرتبط بها الفم واللسان. شو يا مس نستفيد من الفم واللسان؟ برافو، بنتوق فيها الحلوة اللي بتعملها ماما، صح؟ وحاسة اللمس، والجزء اللي بيرتبط فيها اليد. وشو بنستفيد من اليد يا مس؟ نمسك الأغراض فيها، بنسلم فيها، بنكتب فيها، بناكل فيها، صح ولا لا يا حلوين؟ صح. واليوم يا مس في شيء مرتبط برضو بهذه الحواس. احنا عندنا جسم جميل يا مس، وهذا جسمنا فيه اجزاء، وكل جزء له وظيفه. شو رايكم نعرف جسمنا وشو الاجزاء الموجوده فيه؟ يلا يا حلوين، شوفوا هذا الامور، شوفوا هذا الولد الجميل، انظروا الى الجسم. سنتعرف على اجزاء هذا الجسم، هذا الجسم الجميل لهذا الطفل الجميل. يلا يا مس، اول جزء احنا حكينا ايش يا روز؟ ما هذا الجزء يا روز؟ احسنتي، راس. اذا اول جزء لدينا هو الراس، وها هو الراس، ويشمل الرأس على الأذن والعين والأنف والفم. برافو يا مس. إذن الرأس أول جزء، انظر أيضا إيش في يا مس على الرأس؟ شعر. برافو، شعر. الجزء الثاني ما هو؟ انظروا، ما هو يا باسل؟ ما هذا الجزء؟ أحسنت، أذن. وها هو الجزء الموجود في الرأس وهو الأذن. الجزء الآخر يا زينة من الرأس، ما هذا يا زينة؟ العين، أحسنتي، إنها العين. انظروا ما أجملها. الجزء الآخر يا جوري، ما هذا يا جوري؟ أنف، أنف. ما فائدة الأنف يا جوري؟ ما فائدة الأنف يا جوري؟ أحسنتي، بنشم أكلات ماما الزاكيين. قصي، ما هذا الجزء؟ فم، رائع يا قصي، فم. وها هو الفم يا أصدقائي، فم. شو بنعمل بالفم يا حلوين؟ رائعون. عز الدين، ما هذا الجزء من الجسم؟ يد، يد. وها هو يد الطفل الجميل، اليد. ايش بنعمل باليد يا مس؟ برافو، نكتب فيها، بناكل فيها. برافو. وما هذا الجزء يا جنى؟ انظري جيدا، قدم. ها هي قدم الطفل، قدم.
رائعون. ما هذا الجزء يا ميرا؟ انظري هذا ذراع. ذراع، أحسنتي، ذراع. أرأيتي ذراع؟ وها هو ذراع الطفل. ذراع. وما هذا الجزء يا عون؟ هذا الجزء ركبة. وها هي ركبة هذا الطفل الجميل. ركبة. وما هذا الجزء يا بكر؟ انظر هذا ساق. انظروها هي ساق الطفل، يعني اجروا كلها بنسميها ساق. أرأيت؟ هل يمس أجزاء الجسم يا حلوين؟ ساق. أرأيتم ساق؟ خلينا نعيد يمس أنا وياكم. أجزاء الجسم: الرأس، ويحتوي على العين، الأنف، الفم، والأذن. انظروا، ها هو الرأس. الرأس يحتوي على العين، الأنف، الأذن، والفم. الرأس أول جزء في جسم الإنسان. بعدين نيجي يا مس للذراع. الذراع، هيا يا مس الذراع. انظروا، ها هي الذراع. الذراع تحتوي على اليد، ها هي اليد. لما يكون كلها يا مس بنسميها ذراع، ها هي الذراع. بس اللي فيها الأصابع لحالها نسميها يد، بتساعدنا على حمل الأشياء بإيدنا، والكتابة يا مس، والأكل أيضا. هذا يا مس كان الإجر كلها بنسميها ساق. إيش بنسميها؟ ساق. الساق في بالنص هيك زي عظمة بالنص، بنسميها ركبة. ركبة، وها هي الركبة. أما يا مس اللي بنلبس فيها الحذاء بنسميها قدم. قدم. كمان يا مس، إذا حكينا هذا كله بنسميه ساق. شفتوا يا مس؟ إذا أجزاء الجسم هي رأس، عين، أذن، أنف، فم. ذراع، يد، قدم، وساق، وركبة. وطبعا عندنا يا مس البطن والصدر. هاي يا مس هي أجزاء جسم الطفل، هي أجزاء جسمك. هلأ أنت بالبيت شو رح تعمل؟ رأس، عين، أذن، أنف، فم، يد، ذراع، صدر، بطن، ساق، ركبة، قدم. شفتوا يا مس؟ هاي أجزاء الجسم يا أطفال يا حلوين. بتمنى تكونوا عرفتوا شو هي أجزاء جسمك يا حلو. أوكي، خليني أنا وياكم نحضر نشيد أجزاء الجسم. يلا يا مس استعد. يلا يا مس استعدوا. يلا تمرينات. تمرينات يا أولاد. المزرعة.
علمتنا أجزاء الجسم بنشيد حلوة. بتمنى يا مس تسمعوا هذا النشيد وترقصوا عليه بالبيت وتشوفوا أجزاء جسمك وتسمعها للماما. رأس، عين، أنف، فم، أذن، يد، ذراع، صدر، بطن، وقدمين، والركبة، والساق. هدول يا مس أجزاء جسمك. بشوفك إن شاء الله بفيديو تاني وحصة تانية. باي باي.